السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الإبداع، دايما معكم أحمد علي من القناة. طبعا لو لسه أول مرة بتشوف الفيديوهات بتاعتي، أتمنى إنك تشترك عندي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. النهاردة يا جماعة في الفيديو بتاعنا هنبدأ نتكلم عن موضوع بتاع إزاي نفعل الحساب بتاعنا على تدريبات مصر عشان نقدر ندخل ناخد الامتحانات الأونلاين والحاجات ديت. تمام؟ اول حاجه بنبدا ندخل على البريد بتاعنا اللي هو الجيميل. طبعا البريد انت بتكون مسجله عندك عند الاخصائي اللي هو بيكون المسؤول عن التدريبات في الجامعه الخاصه بحضرتك. طبعا الحته دي بتعرفها فين؟ بتروح لرعايه الشباب بتسالهم على التدريبات بتاعت مايكروسوفت او التدريبات العامه. تبدأ تروح بتسجل نفسك هناك وبتحضر الدورات التدريبية وبتكون عشان الامتحان وشهادة مايكروسوفت. تمام؟ دي يعني ايه بالتحديد الحتة ديت؟ هما المفروض بعتوا لي رابط على الجيميل بعد ما اديتهم بياناتي والرقم القومي والحاجات ديت، بعتوا لي رسالة على الايميل مكتوب فيها انفو. طبعا كل واحد يا جماعة ليه الحاجات الخاصة بيه، يعني هيخش يلاقي بياناته هو مش بيانات حد تاني. تمام؟ هي انفو ديت اسمها كل مصر على النت بتفعيل الحساب. بنبدا نضغط على الرابط اهوت، جالي الرابط ببدا اضغط عليه، الرابط بيفتح معاك بيقول لك كلمة السر. كلمة السر ده يا جماعة أنت بتعرفها منين؟ كلمة السر هي بتكون كلمة السر الجامعة بتاعت حضرتك، الجامعة أو المؤسسة بتاعت حضرتك. طبعا كلمة السر أنا مجهزها، فبتخش كلمة السر بتاعت الجامعة. الجامعة طبعا بتدينا كلمة السر أو الأستاذ اللي إحنا ادينا له البيانات عشان يبعت لنا الروابط ديت من خلال السيرفر نفسه، بيدينا الباسورد. ببدأ أعمل كلمة تقدم فهو بدأ يديني تخلي، اداني كل البيانات بتاعتي اللي طبعا الرقم القومي انا اللي كنت ببعته لهم، والاسم طبعا انا اللي كنت ببعته لهم، ايه تاني، والرقم التليفون والحاجات ديت. مصري لا ده مش عارف، لا دي بتاعتي صراحه، بس هو المفروض يضيف اسم كامل، يعني عبد الله بيحب يضيف اسم كامل، يفضل يعني انك تضيف اسمك كامل في الحاجات ديت. طبعا هم ضايفين الحاجه ديت بالتحديد لهذا الاسم. طبعا هغير الاسم عشان لو في شهاده، الشهاده طبعا لما تطلع تكون بهذا الاسم. تمام؟ وابدا اعمل تقدم، بقول لك تم تسجيل الحساب بنجاح مديريه الشباب والرياضه بالغربيه احمد اسماعيل خضر. طبعا لو قلت على الامتحان هيبدا يدخلك على الامتحان على طول. طبعا المده التدريبيه بتاعتنا من يوم 29/9/2019 لحد تاريخ الانتهاء بتاعها 3/10/2019. تمام؟ اتمنى في نهايه هذا الفيديو انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو اللي عملناه، وانك تروح الجامعه بتاعتك وتبدا تسال على رعايه الشباب، تبدا تسال على حاجه اسمها المكتبه المركزيه او حسب اللي يسمى بتاعها عندك ماشي ازاي، تبدا تشوف الدنيا ماشيه ازاي. اتمنى في هذا الفيديو ان اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.